بحياة الله هيدا هو؟ هلا هيدا يلي موعدتيه؟ اي قبل ما شفتي ما احلاه بجنن بياخد العقل. هلا انت متأكدة؟ لك ايه طبعا متأكدة، شو بكي انت؟ كأنك حطيتي عينك عليه. ديدي كل شيء الا طارق. ليش انت من وين بتعرفي؟ من بعرفه؟ حبيبتي ما بعرف غيره، رفيقي بالجامعة وصار لي بعرفه 3 سنين، رفيق الانتيم. غريبة، شلون ولا مرة شفتك معه؟ هلا قولي لي كيف طالعة؟ ظابطين شعراتي حلوة طالعة؟ ديدي اسمعي شو بدي قلي. شو؟ بدنا نحكي. لك قولي شو؟ هلا لازم نحكي. طب ليكي خليني روح لعنده الله يخليكي. هلا بيروح وبس ارجع بحكي قد ما بدك، ضل عم بحكي معك للصبح. يلا. اخ يا كوكي. لك هالبني ادم بيفلش بجنن بياخد العقل فظيع. متوعدين شوي تاني نروح على البحر، عن جد فيه شي غريب، كل شي فيه خاص ومميز وما بيشبه حدا، صوته وضحكته وعيونه غريب. تخيلي امبارح بالليل ضلينا عم نرقص لوش الصبح، طبعا ما خلاني روح لحالي، ضل مصر انه يمشي وراي بالسيارة لحتى وصلت على البيت. وعلى اي بيت خليتيه يوصلي؟ ما فهمت شو قصدك. في افهم ديانا عشان بتخططي هالمرة؟ كوكي هذا غير. لك ديانا انت حرة بحياتك وبتصرفاتك، بس مع طارق مش هخليك تعملي شيء. انت ليه ما عم بتصدقيني؟ عم قلك والله العظيم هذا غير. انا ما عندي ثقة فيكي، ما بوثق فيكي بالمرة، ثقتي فيكي صفر، فاحسن لك تبعدي عن طارق يا شاطرة، احما بعدك انا بطريقتي. اها اوه شو ممكن تكون طريقتك؟ لك ديانا ما تشرعيني، انت بتعرفي كثير منيح انه طارق رفيقي والانتيم تبعي، وهو اكثر شخص بوثق فيه بحياتي، فما رح خليكي لا تنصبي عليه ولا تلعبي بمشياره. انت ليه مصره انه انا بدي انصب عليه؟ ليه؟ ديانا لانك